تنطلق اليوم حملة دمي لوطني السادسة من هنا من القرية العالمية، أطلقت لي أول مرة عام 2012 تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي الله يحفظه، حيث أشار سموه إلى أهمية التبرع بالدم، وأنه التبرع بالدم هو أجمل هدية ممكن أن يقدمها المواطن والمقيم على أرض دولة الإمارات المعطاء للأشخاص اللي يحتاجون الدم. متواجدين اليوم احنا في القرية العالمية امام بوابة العالم، شاركونا اليوم واهلا وسهلا بكم في اقبال كبير على الحملة، وان شاء الله نوافيكم باقي الاخبار اليوم. تبرع بالدم خدمة مجتمعية انسانية جليلة، علينا نزرع هذه الثقافة لمجتمعنا وابنائنا، واليوم يجب أن نقدم أجمل هدية لدولة الإمارات العربية المتحدة. زورونا في خيمة دمي لوطني في القرية العالمية مقابل بوابة العالم. دور المتطوعين يبدأ من استقبال المتبرع، يبدأ معه في التسجيل ومن خلال بعد ذلك الفحوصات، وينتظر لما في مرحلة التبرع. بعد ما يخلص من التبرع نشكره على تبرعه بالدم، وهذا الدور الأساسي للمتطوعين. تبرع بالدم خدمة للوطن. أعتقد حملة الدم الوطني من الحملات الرائدة على مستوى العالم. أعتقد هذا جزء قليل ممكن نقدمه لوطننا، التبرع بالدم. أدعو جميع المواطنين والمنظمين المشاركة في هذه الحملة الإنسانية النبيلة للتبرع بالدم.